بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع سورة القمر من الآية 18 في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر. فهل من مدكر. طيب، هنا كذبت عاد فكيف، تنوين بعد فاء، عاد فكيف. تفضل يا محمد. إخفاء حقيقي. إخفاء حقيقي، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إن عاد قوم سيدنا مين؟ عاد حمزة. قوم هود عليه السلام. قوم هود عليه السلام صلى الله عليه وسلم. طيب، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا مد محمد أشرف. مد جائز منفصل. جائز منفصل. طيب، ريحا صرصرا، ايه هي الريح الصرصر؟ الريح صرصر يعني ايه؟ يلا محمد اتفضل. شديدة البرد. شديدة البرد، ريحا صرصرا اي شديدة الايه؟ السموم او البرد او الصوت، شديدة الصوت ايضا. طيب، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، تنوين بعد ميم، نخل منقعر. حمزة. إضغام بغنة كامل. إضغام بغنة كامل، جزاك الله خيرا. طيب، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلنا يسرنا القرآن للذكر مع بعض، يعني يسرنا وسهلنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للعمل الفهم وأحكامه للعمل. مرة تانية. يسرنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأحكامه للعمل. جميل يا ولد، جميل. طيب، من أول، كذبت ثمود بالنذر. اقرأ يا محمد أشرف، تفضل. كذبت ثمود بالنذر. نلاحظ هنا في بعض الناس يضغم التاء في الثاء، يقول كذبت ثمود. لا، كذبت، يعني لابد من الهمس التاء. كذبت ثمود بالنذر. ثمود القوم مين يا شباب؟ قوم سيدنا مين؟ تفضل. صالح عليه السلام. صالح عليه السلام، بارك الله فيك. كذبت ثمود بالنذر. يلا مني يقرأ الآية اللي بعد كده. فقالوا أبشرا منا واحدا. يلا محمد عادل. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني قالوا هنتبع واحد من البشر مثلنا. إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني إيه؟ إنا لفي إيه؟ لفي ضلال، يعني يا شباب؟
لا في ضلال وسعر. يعني ايه؟ سنكون ضالين ومجانين لو اتبعنا واحدا من البشر. ماشي، يبقى هنا ايه، نخلي بالنا من ايه، من المعاني الجميله ديت اللي هي ايه، ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني اختاره، اختير من بيننا، بل هو كذاب أشر، يعني برضو اتهموه بالإيه، بالإيه، إنه كاذب، وأشر يعني متكبر. اتفضل، مين اللي يقرأ الآية اللي بعدها؟ ألقي الذكر عليه من بين محمد عبد المنعم، اتفضل. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. أيوة، الناقة، الناقة ديت خرجت من الجبل، ناقة عظيمة، وهي آية من آيات الله عز وجل تصديقا لسيدنا صالح عليه السلام. والناقة دي خرجت وهي تحلب لهم ويشربون جميعا من لبنها، وهي تشرب الماء يوما وهم يشربون الماء يوما، فكل شرب كما قال الله عز وجل قسمة بينهم، يعني مقسوم بينهم وبين الناقة، كل شرب يعني كل نصيب اللي هي وحصة من الماء، يعني كل نصيب وحصة من الماء محتضر، يعني يحضره صاحبه في نوبته. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. الماء مد إيه؟ تفضل. مد متصل. كلنا مع بعض، مد إيه؟ واجب متصل. مكان حركة يمد؟ أربع أو خمس حركات. أربع أو خمس حركات، طيب. من أربع إلى خمس حركات. طب قسمة بينهم، هنا حكمها إيه؟ تنوين وبعده حرف الباء. يلا محمد. إقلاب. إقلاب، أحسنت. تمام، جميل. كل شرب محتضر. فنادوا صاحبه، محمد عبد المنعم اقرأ. فنادوا صاحبه. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. جميل يا حبيبي، تمام. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بارك الله فيك. طيب هنا إنا أرسلنا عليهم طبعا نادوا صاحبهم اللي هو اسمه قدار بن سالف، فجاء بسيفه حتى ينحر هذه الناقة، وبعدين هم كلهم وافقوه على ذلك وأيدوه، يبقى هم كلهم متحملين الايه؟ المسؤولية، الذنب، لأنهم ايه؟ عقروا الايه؟ الناقة التي أمرهم الله عز وجل أن يشربوا من لبنها ويتركوها تشرب الماء يوما وهم يوم، وتحلب لهم ويشربون لبنها. طيب، فتعاطى يعني بسيفه اجتراء منه فعقر الناقة. فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني يا جماعة هشيم المحتضر؟ محمد أشرف. كالشجر اليابس. كالشجر اليابس المتفتت اللي هو كالذي في الحظيرة، حظيرة البهائم، يعني كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عرفنا طبعا معناه. اقرأ يا محمد عادل. كذبت قوم لوط. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. تمام، نكمل. نعمة من عندنا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. جميل. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. حسبك. ولقد حسبك.
إنا أرسلنا عليهم حاصبا. عارف حاصبا يعني إيه؟ حصباء، اللي هي الحجارة اليابسة كده. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، اللي هم آمنوا بلوط عليه السلام. نجيناهم بسحر. نجيناهم إيه؟ بسحر، يعني عند انصداع الفجر. السحر. تفضل. من هم قوم لوط؟ قوم لوط، قوم لوط هم كانوا يفعلون الفاحشة وكانوا يكفرون بالله العظيم، فأهلكهم الله وأن رفع قراهم إلى السماء وأنزلها إلى الأرض وجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. دول قوم لوط. ما اسم القوم؟ أن اسم كل قوم نبي، مثلا قوم هود عاد، قوم ثمود قوم صالح ثمود. اسندوا إليه قوم لوط عليه السلام، دول اسمهم قوم لوط. هنا فنعمة من عندنا، يعني نجى الله ايه قوم لوط الذين امنوا به، بس اللي هي آل لوط نجاهم الله بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. تفضل يا محمد. ولا اسم القوم اسم ايضا المؤتفكة، هم المؤتفكة، ربنا سماهم المؤتفكة ايضا. ايه والمؤتفكات اهوى في سورة الايه النجم، يعني اهواهم يعني اسقطهم من السماء. بارك الله فيك يا محمد. طيب ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني راودوه عن إيه؟ ضيفه طلبوا منه تمكينهم من ضيوفه اللي هم الملائكة، فربنا راح طمس عيونهم، عام عيونهم، فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. أكمل يا محمد أشرف. ولقد صبحهم بكرة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بارك الله فيك. صبحهم بكرة، مين بعدها باء؟ تفضل يا حمزة. إخفاء شفوي. إخفاء شفوي. بارك الله فيك. عذاب مستقر، تنوين بعد ميم. محمد عبد المنعم. إنغام بغنة كامل. إنغام بغنة كامل، أحسنت، بارك الله فيك. فهل ميم مدكر، نون بعدها ميم، حكمها؟ تفضل محمد أشرف. إدغام بغنة. إدغام بغنة، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبكم. آمين. ونسأله آمين. تعالى أن يجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم آمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.